بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في علم آياته وكتابه المبين، فيرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله جل جلاله أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نعم الله عز وجل علينا عظيمة وجليلة وكثيرة، وكما قال ربنا جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الإسلام والهداية لهذا الدين هي من أعظم نعم الرب جل جلاله على العباد، إذ شرح صدورهم للإسلام وهداهم لهذا الدين القويم. يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والإنسان بالإسلام يكون عظيم القدر، رفيع الشأن، ثقيل الميزان عند رب الأرض والسماء. فالإنسان بالإسلام يكون دمه غالياً، أغلى من هذه الدنيا وما فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وبالإسلام الذي أكرم الله عز وجل من أكرم من العباد، يكون هذا الإنسان محتفاً به من هذه المخلوقات التي حوله، بخلاف من لم يؤمن بالله ويسلم له، فيكون محل الكره والبغض من هذه المخلوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح من؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح من؟ قال: العبد المؤمن إذا مات ارتاح من عناء الدنيا وتعبها،
والعبد الفاجر إذا مات فرح لموته الحجر والشجر والمدر. وبالإسلام يكون هذا الإنسان مكرماً. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وبالإسلام إن مات الإنسان عليه صادقا فهو من أهل الجنة، وهي دار أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، هيأها لهم وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبمفارقة الإسلام يكون الإنسان من أهل النار، دار أعدها الله عز وجل لمن كفر به ولم يسلم لله عز وجل. وبالإسلام جمع الله عز وجل كلمة المسلمين ووحدهم وألف بين قلوبهم وربط بينها وجعلهم إخوة. ومن هنا اتفق أهل النظر وعلماء التأريخ وعلماء الاجتماع من المسلمين وغيرهم من الأمم المختلفة أن العرب ما قاموا ببناء حضارتهم ومدنيتهم الواسعة الأرجاء إلا بتأثير هذا الإسلام في جمع كلمتهم، وهذا محل اتفاق عند العلماء على اختلاف تنوع تخصصاتهم، فإن العرب قبل بعثة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان حالهم على الافتراق والتنازع والتصارع والقتال، وما جمع كلمتهم إلا هذا الدين، هذا الإسلام الذي أكرمهم الله عز وجل به وبعث فيهم رسوله الأمين النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه الكتاب الخاتم الكتاب المهيمن على سائر الكتب، فجمع الله عز وجل بذلك كلمتهم وحولهم من المكانة التي كانوا فيها ليكونوا قادة الدنيا وسادتها، وليكونوا القدوة والأسوة لأمم الأرض ولأهل الأرض إلى يوم القيامة. وما حصل لهم ذلك إلا بالإسلام، إلا بهذا الدين. وما بين أيدينا من آيات سورة آل عمران تحدثنا عن مرحلة ذاك البناء العظيم للنموذج القدوة، للنموذج الذي
رضيه الله عز وجل ولا يسخطه، كما قال الله عز وجل في آية المائدة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وهي أيامه الأخيرة من هذه الدنيا، حيث لم يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية عليه سوى 81 ليلة ثم مات عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية هي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمعنى: رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه فلا تغيروا. في ذاك الموقف العظيم في يوم عرفة كان اكتمال ذاك البناء لتلك الأمة التي جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، فأعلن رضاه عنهم وعما وصلوا إليه من الفهم لكتابه وصدق الإيمان بآياته وحسن العمل بأحكامه، فنزلت هذه الآية لتخبر عن رضا الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وما وصلوا إليه من صدق الإيمان وصدق التطبيق وصدق العمل والفهم. فالآيات التي بين أيدينا تخبر عن مرحلة من مراحل ذاك البناء لتعلمنا ولتعرفنا بربنا الحكيم العليم الرحيم، تعرفنا بهذا الخالق الرحيم بالعباد، حيث نرى كيف كانت آيات القرآن العظيم تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجمع كلمة الصحابة رضوان الله عليهم وتؤلف بين قلوبهم أناس قبل البعثة كانت العلاقة بينهم قائمة على النزاع والصراع والحرب والقتال وإراقة الدماء، كانت أشعارهم عصبية وحمية ودفع لأخذ الثأر، ويستمر ذاك القتال بينهم أكثر من قرن من الزمان، 120 سنة وحرب لا تقف بينهم، ويبعث هذا النبي الخاتم بهذا الإسلام فيؤلف بين قلوبهم ويصبحون بنعمة الله إخوانا. ولكن حكمة الوجود والحياة الابتلاء والامتحان، والإنسان يبتلى ويمتحن، وله خصم من نفسه الأمارة بالسوء، وله خصم من عدوه إبليس، وله خصم من جند إبليس من البشر. وكان في تلك الحقبة يمثل اليهود في المدينة النبوية وجلهم
لم يقبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عدد منهم كبير يمثلون تلك العداوة، وكان منهم من تعدى الأمر من أن يكون ضالاً إلى أن يكون مضل، والمضل ضال في نفسه ساع لإضلال غيره. والآيات التي بين أيدينا تخبر عن مكر هذا العدو ووسوسته، ولا يغيظ أهل الكفر شيء أشد من رؤيتهم لاجتماع المسلمين وائتلاف قلوبهم ووحدة صفهم، لا يغيظهم شيء أكبر من هذا، ولا يدفعهم نحو العداوة شيء أكثر من أن يروا الأخوة والتراحم والتناصح والتزاور والتآلف هي قيم التعامل بين المسلمين. فهذا شاس ابن قيس يهودي من يهود المدينة، وهذا الحسد والكبر في صدره، وهذا البغض في نفسه، والضلال الذي استحوذ قلبه، والإضلال الذي طغى على فكره، فيجلس مجلساً للأوس والخزرج. الأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأصبح هذا اللقب هو سمتهم، فيرى أن تلك النفوس عمها ذاك الود والألفة والمحبة، وما يرضيه ذلك، فبدأ يطرح من القول والكلام ما يثير العصبية، ما يدفع إلى الحمية وأخذ الثار. يذكر الأيام الخوالي، أيام الصراع والنزاع، وحضر إبليس وقبلت تلك النفوس في لحظة غفلة، وفي ذلك درس عظيم. إذا وضع أهل الإسلام آذانهم لأهل الباطل، فماذا يظنون أنهم سيفعلون بهم؟ وإذا بهم يقبلون ذلك ويتواعدون للملاقات والنزال وتجديد الصراعات، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هاجر إليهم وترك قومه وأهله وبلده وجاء إليهم ليدعوهم ويعلمهم، والقرآن يتنزل عليه وهو يربيهم على مراتب الدين والإيمان، يبلغه ذلك، وإذا به يفزع من مجلسه ويسرع إليه حيث تواعدوا، وعندما يصل إليهم يذكرهم بالإيمان وبالإسلام وبعهد الله وبآياته، وإذا تلك النفوس تفيق وتعود إلى صوابها. والقرآن
يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العلاجات، فتتنزل هذه الآيات المباركات. والتي وقفنا مع عدد منها في دروسنا الماضية، وكان وقوفنا في درسنا الماضي عند قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية، قال: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تحبون في الفرقة. قد يجد الإنسان في الجماعة، في اجتماع الناس وألفتهم، قد يجد شيئا يكرهه ويظن أن في البعد والافتراق شيء أسلم منه، فيقول ابن مسعود منبها محذرا فيقول: إنما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تحبون في الفرقة. ويقول قتادة التابعي الجليل، يقول: إن الله تعالى كره لكم الفرقة، كره لكم الفرقة وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. والإنسان إذا لا يرضى ما رضيه الله عز وجل له، فأين صدق الإيمان وأين صدق الإسلام؟ أين صدق الإيمان وأين صدق الإسلام؟ فهذه الآية الكريمة تدل على أن الله تعالى أوجب على المسلمين أن يجتمعوا على دين الحق الذي هو الإسلام، وأن يعتصموا بكتاب الله عز وجل، وأن يكون اجتماعهم ووحدتهم على هذا الكتاب العظيم، فعليه يجتمعون وبه يتحدون. هذا هو مراد الله عز وجل من عباده المؤمنين، ونهاهم عن التفرق والانقسام، نهاهم عن التفرق والانقسام، وأمرهم أن يثبتوا على الاجتماع وأن يبقوا عليه حتى يلقوا الله عز وجل، فإنهم بهذا الفعل يكونوا من المهتدين باجتماعهم وعدم فرقتهم، يكونوا من المهتدين. وقفنا
في درسنا الماضي على الكلمات التي وردت في هذه الآية، فقوله عز وجل: واعتصموا، تمنعوا، وتحصنوا، وقوله عز وجل: بحبل الله. عرفنا أن العلماء ذكروا في معناها عدة أقوال لا تناقض بينها، فمن قال القرآن فالقرآن حبل الله، ومن قال الإسلام ودين الله فدين الله والإسلام حبل الله، ومن قال الجماعة فإن جماعة المسلمين هي، ولا يكون ذلك إلا إذا اجتمعوا على الإسلام وعلى كتاب الله فتكون الجماعة هي حبل الله، ومن قال المراد عهد الله وأمر الله فعهده وأمره هو حبله. فلذلك هذه الأقوال التي ذكرها العلماء لا تعارض بينها، لا تعارض بينها، وإنما نظر العلماء كل منهم من زاوية فأوصله النظر إلى أحد هذه الأمور. فالجماعة الحق لا تبنى إلا على ما جاء في القرآن، ودين الله عز وجل هو المذكور في القرآن، وعهد الله عز وجل وأمره ذكره الله عز وجل في القرآن. ولذلك عدد من علماء التحقيق ذكروا أن المقصود هنا بحبل الله القرآن، وأنه هو الأجمع من تلك الأقوال التي ذكرت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جاء النهي صريحا عن الافتراق. وهذه الشريعة المباركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كما أنها أمرت بالاجتماع فإنها نهت عن التفرق والاختلاف. فنجد فيها تلك الأحكام الشرعية والتوجيهات الشرعية التي تؤلف بين القلوب، والتي تعالج الفرقة والنزاع. فإذا تأملنا في شريعة الله عز وجل ونظرنا ما فيها من الأمور التي تحقق الاجتماع بين المسلمين وتعالج الافتراق فيما بينهم، فإننا نجد الأمور التالية: فما يتعلق باجتماع المسلمين وائتلافهم وعدم افتراقهم، فإننا نجد أن الأحكام الشرعية التي تحقق هذا الأمر وتحقق الألفة بين المسلمين، فإنها أمرت أول ما أمرت أن تكون العلاقة بين الناس قائمة على الدين، على الإسلام، وجعلت هذه الرابطة رابطة مقدسة، رابطة مقدسة. ولذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فإذا الأمر الأول لتحقيق الاجتماع والائتلاف
أنها جعلت هذه الرابطة قائمة على الدين وأعطته القدسية والمكان العظيم، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أمرت بالتناصح والتشاور، ونجد هذا الأمر في عدد من الآيات القرآنية، من ذلك قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن قضية التناصح. وقال الله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ومما جاء في شريعة الله لتحقيق هذا الاجتماع التراحم والتكافل. إذا رابطة الإسلام هي الأساس، التناصح والتشاور، ثم التراحم والتكافل. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله. ورابعاً، مما جاءت به الشريعة لتحقيق هذه الأخوة والائتلاف، أمرت بالتباذل والإيثار. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونعلم أن هذه الآية نزلت في ذاك الصحابي الجليل الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أخذه إلى داره سأل عن طعام في بيته لضيفه، فقالت زوجه: ليس من طعام في البيت إلا لأطفالنا. فقال: علل الأطفال. ثم يضع الطعام بين يدي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم له ذلك الطعام ويجلس معه ولا يأكل من الطعام لقلته. فينزل الله جل جلاله هذه الآية لتخبر عما قام بين المسلمين من التباذل والإيثار. فقال عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. وقال الله عز وجل في الصديق رضي الله عنه: وقد بذل ماله ليعتق إخوانه من المسلمين الأرقاء
الذين كانوا عند قريش وكانوا يعذبوهم، فأنفق ماله لينقذهم مما هم فيه من العذاب، فأنزل الله عز وجل فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. فإذا هذا من شريعة الله عز وجل لتحقيق الأخوة والاجتماع، وهو التباذل والإيثار. ومما جاءت أيضا به الشريعة لتحقيق الاجتماع كف الأذى وإفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وجاءت الشريعة أيضا بكف الأذى المعنوي بالسب والشتم والاحتقار، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأيضا مما جاءت به الشريعة لتحقيق الأخوة وجمع الكلمة وأن تكون العلاقة بين المسلمين قائمة على حسن التواصل والألفة، فإنها أمرت بالأخلاق الحسنة. وهذا من أعظم ما جاءت به هذه الشريعة لتحقيق الاجتماع والائتلاف، ورفع الله عز وجل من شأن الخلق الحسن. ومما يدل على رفع مكانة الأخلاق أن القرآن الكريم في فترته الأولى، الفترة المكية، تضمن نظامين كاملين. أما الأول ما تعلق بالإيمان والتوحيد، فجاءت كل الأصول المتعلقة بقضية الإيمان نزلت بمكة. والأمر الثاني نظام الأخلاق، فكله نزل بمكة، ولم ينزل شيء جديد في القرآن المدني، وإنما تذكير وتفعيل لما نزل بمكة في هذين الأمرين العظيمين: أمر الإيمان وأمر الأخلاق. وهذا يعطي دلالة على أهمية الأخلاق، فنزل نظامها كاملاً قبل العبادات وتشريعها الكامل وقبل المعاملات، لأن أمر الإيمان هو الأساس الذي يبنى عليه العبادات والمعاملات. وأمر الأخلاق، فالإيمان تحسن به العلاقة ما بين العبد وربه، والأخلاق تحسن به العلاقة ما بين العبد وإخوانه. فكان البدء في القرآن أن الله عز وجل أنزل على وجه البيان والتفصيل في القرآن المكي ما تعلق بقضية الإيمان والتوحيد،
وما تعلق بقضية الأخلاق. ومما يدل أيضا على أهمية الأخلاق أن الأخلاق من الآيات المحكمة، فلم يدخلها النسخ، بل الأخلاق من الدين المشترك بين جميع الأنبياء، كما أن الإيمان والتوحيد من الدين المشترك بين الأنبياء. وأيضاً مما يدل على مكانة الأخلاق أن كثيراً من الأخلاق الحسنة المأمور بها لها اشتقاق من أسماء ربنا جل جلاله وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجودة. ولذلك الإنسان لو تفكر هل سيجد له أخلاقاً أعلى وأشرف وأحسن وأطيب وأكرم من أخلاق لها اشتقاق من أسماء ربنا جل جلاله وصفاته؟ إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجودة. فمكانة الأخلاق عظيمة، والله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وذكر شأن الخلق الحسن في القرآن وفي السنة على صورة لا تخفى على مسلم، فلذلك هذا أيضا من الأمور التي جاءت بها الشريعة لتحقيق الاجتماع. أيضا مما جاءت به الشريعة لتحقيق الاجتماع والائتلاف التصافح والتسامح وعدم الغل، وأن الإنسان يعفو ويصفح. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا كلام الله، ويقول لعباده المؤمنين أن الجنة التي أحببتموها لأن الله جل جلاله ذكرها لكم في كتابه، وتشتاقون أن تكون هي داركم، فإن الثمن المطلوب لها مما يذكره الله في هذه الآية: والعافين عن الناس. والعافين عن الناس يصفح. ولا أعظم ولا أعجب من ذاك الموقف للصديق رضي الله عنه مع قريبه مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه. مصطح كان رجلاً فقيراً، وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه من ماله، ينفق عليه من ماله، فهو قريبه وينفق عليه. وعندما حدثت حادثة الإفك كان ممن سقط في ذلك الأمر
وتكلم في الصديقة رضي الله عنها مصدح، فلما أنزل الله براءتها قال الصديق رضي الله عنه وأراد أن يشفي شيء مما في صدره نحو قريبه الذي ظل عمره ينفق عليه ثم يقابله بذلك، فقال والله لأمنعن عنه النفقة، فأنزل الله عز وجل قرآناً يتلى إلى يوم القيامة ليعلم الناس كيف صفح هذا المؤمن وعفوه، فقال الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ما هو الثمن؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن عفوتم وصفحتم فالثمن مغفرة الله. فإذا بالصديق رضي الله عنه صادق الإيمان وهو صديق الأمة يقول بلى والله بلى والله، ويذهب إلى مصطح ويعيد النفقة ويزيدها. أليس في هذا درس لصادق الإيمان كيف يتعامل مع أمر الرحمن وكيف يستجيب لأمر الله عز وجل؟ فلذلك ينظر الإنسان إلى هذه الشريعة كيف حققت ذاك الائتلاف، فعندما بنت في قلوب الصحابة صدق الإيمان ثم ربتهم على هذه الأخلاق ثم جاءت التشريعات فوجدت نفوساً زكية وقلوباً سليمة وعقولاً مفكرة تلقت كلام الله عز وجل بالقبول والتسليم والرضا فخضعت له، فكانت تلك الألفة العظيمة العجيبة التي ستظل للأمة إلى يوم القيامة معين تعلم ومدرسة يتلقى الناس منها. ثم أيضاً مما جاءت به الشريعة أنها جعلت تلك العلاقة بين المسلمين سمتها وصفتها أنها محبة في الله، المحبة في الله. قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ينفق على أخيه ولا يجد ألما مما ذهب من ماله. فهذا الأمر كان بينهم، وقد وجدوا في شريعة الله أن أعلى الدرجات وأرفع المنازل وأشرف المقامات للذين يأتون يوم القيامة وقد قامت الأخوة والمحبة في الله بينهم، فهم تحت ظل عرش الرحمن أحد السبع الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه، رجلان اجتمعا في هذه الدنيا على محبة الله وافترقا على تلك المحبة والأخوة، فالمكافأة
أنهم من ضمن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. إيمانهم يكتمل إذا اكتملت هذه المحبة والأخوة في قلوبهم. صدق إيمانهم إذا صدقوا في هذه المحبة والأخوة، وهي محبة قائمة على الدين، لا تزيد بكثرة العطاء ولا تقل بقلته، ليست هي لأجل الدنيا وإنما هي لأجل الدين. أن ترى أخاً مطيعاً لله محافظاً على الصلاة فتحبه لذلك، قارئ لكتاب الله فتحبه لذلك، صوام فتحبه لذلك، معلق قلبه بالمساجد فتحبه لذلك، يدعو إلى الله فتحبه لذلك. ليست القضية لا لأجل نسب ولا قرابة ولا مال، وإنما لطاعته لله جل جلاله. أبو رزين العقيلي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ أخبرني ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء البارد للظمآن في اليوم القائض. أن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فصدق المحبة في الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون بجلالي؟ والأحاديث في هذا الباب عظيمة، وارتقى الصحابة في إنزال هذه النصوص على حياتهم، فبنوا نموذجاً عظيماً، وتبعهم من بعدهم فوصلوا إلى درجات عظيمة في تحقيق هذه الصفات. إذن هذه شريعة الله، وهكذا بني أمر هذه الأمة على هذا الاجتماع وعلى هذا الائتلاف بتلك الأصول العظيمة وبتلك الأحكام الشرعية. وفي مقابل هذا البناء العظيم جاء التحذير، لأنه كما قلنا الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهي الحكمة الربانية. فحذرنا ممن يسعى لإفساد تلك الأخوة والاجتماع، وأول هؤلاء عدو الإنسان الأول الأطول،
عداوة وهو إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وحذرنا من أن هذا العدو سيسعى جاهداً إلى التحريش فيما بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وانظروا ماذا يفعل إبليس وكيف يفتح باب التحريش. فهل نعي طريقة خصمنا وعدونا؟ وهل نستجيب لربنا فنتخذه عدوا صدقا ونرد كيده في نحره ولا نقبل وسوسته ونلين لإخواننا ونعفو إن حدثت الزلة؟ فإذن هذا الأول ممن يفسد قضية الاجتماع والأخوة والألفة. الثاني: النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من يقول إلا نفسي؟ الله عز وجل يقول لك: إن كنت من المؤمنين وإن أردت أن تدخل في وصفهم، ما هو وصفهم؟ أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم، هذا الوصف لأهل الإيمان مع أهل الإيمان. تعامله كأنك ذليل بين يديه، والتراحم. فإذا النفس أمارة بالسوء، فهل الإنسان سيزكي نفسه لترتقي إلى النفس المطمئنة وتقوده أن يتعامل التعامل الحسن مع إخوانه وفق تلك التشريعات العظيمة والأوامر الربانية والنبوية؟ الثالث: الهوى. الهوى، اتباع الهوى، أيضاً من أخطر الأمور التي تفسد الأخوة وتزيل تلك الرابطة من المحبة والألفة، اتباع الهوى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن عبده المؤمن بقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فاحذر أن يكون الهوى مؤثر في أن تتحول الألفة إلى عداوة. ثم أيضا من الأمور المؤثرة أصحاب السوء. أصحاب السوء، وكما رأينا في سبب نزول هذه الآيات، صاحب سوء كيف أثر ونقل الحال من ألفة إلى افتراق. لولا أن تدارك الله أولئك الصحابة برحمة من، وإلا لسحبوا مع صاحب السوء. والله عز وجل يحذرنا من صاحب السوء. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
فإذا صاحب السوء احذره، وخصوصا النمام المغتاب الذي يذكر الناس بالسوء في حال غيبتهم. ولذلك كان السلف لا يسمحون للمغتاب أن يتكلم في مجلسهم ويسكتوه، فإذا هذا أيضا ممن يؤثر على قضية التآخي ثم التعلق بالدنيا وبشهواتها وأموالها والحظوظ التي فيها، كم للأسف يكون لها من تأثير عند ضعاف النفوس، فتحدث فرقة بعد اجتماع، وتحدث عداوة بعد ائتلاف، وتحدث بغضا بعد محبة. فإذا هذه أمور تفسد هذا الأمر العظيم وهو الأخوة الصادقة، جاءت الشريعة بالتحذير منها. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا في هذه الآية الكريمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار إذ لو متتم على الكفر لكنتم من أهلها فأنقذكم الله بالإسلام وألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. أي هذا البيان العظيم، هذا البيان العظيم الذي به يعقل العاقل وتزكو نفسه ويعود إلى الصواب ويحقق مراد الله عز وجل في حياته، فيقول الله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.